السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. اليوم راح أقدم لكم كيبورد جديد نازل اسمه سونوجينيك. طبعا هذا الكيبورد يستخدمون الناس اللي يعزفون صوت على الستيج عشان يأخذون راحتهم. هذا نازل جديد، هذا اسمه سونوجينيك نيو من ياماها. شوفوا شكله كيف. طبعا انا شايف انه هاي يستخدمهم الموسيقار الفرنسي جان ميشيل، بس هو طبعا عنده ماركات ثانيه. شوفوا هذا شكله، شوفوا كيف طالع بالطريقه هاي. هذه هني من تحت الكونكشن ماله، اللاين اوت والاون اوف والاوكس، وعندكم هني اللي هو الفوليوم. زين تنتقل هني فوق، في عندكم هني اللي هي لاحظوا الفلاتر، في عندك الافكت الكنترول، وفي عندك السلكت افكت. شوف الافكت انواعهم، الفلتر والديناميكس والريفب. زين هاي تختارهم وانت تعزف. طبعا هني فوق من عندك الاكزيت والفانكشن والموديليشن والبيتش. زين عندك حتى السستين، شوف السستين عاملينه زايد وناقص. عندك الجام والاوكتيف، وفي عندك الفورورد والريواند والترانسبوس، كله موجود. هذا هو شكله الياماها سونوجينيك الجديد اللي يستخدم على الستيج. طبعا قيمته 1350 شامل الضريبة. هذا شكله، وإلى اللقاء مع معلومة جديدة. يلا روح. هذا مثل ما تشوفونه سونوجينيك. سمعنا الصوت كيف ركبناه على هذا. صوته جميلة. غير فترات بيتش بند. هذيله شو تغيير، هذيله شو الفلاتر، هذيله الفلتر. اوكي شو يسوونها فيربو كده يعني. اوكي حلو. اوكي شكرا شكرا على هالشرح البسيط. البيز حلو صراحه. تمام شكرا.